الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، أتعرفون أكثر ما يدخل الجنة؟ الإنسان في هذه الدنيا يسعى إلى طاعة الله عز وجل رجاء أن يدخله الله عز وجل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن لله ملائكة طوافة يطوفون يتلمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا حلقة تنادوا إليها ويجلسون عندهم فيستمعون إليهم، يقول الله وهو أعلم ماذا يقولون؟ يقولون يحمدونك ويمجدونك ويكبرونك، فيقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم ماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. قال ومما يستعيذون؟ قال يستعيذون من النار. إذن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل هو أن يسأله الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الجنة. إذن أنت تبحث عن مفاتيح دخول الجنة وأسباب دخول الجنة. أعظم سبب بعد الإسلام، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن تتقي الله وأن تحسن أخلاقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكثر ما يدخل الله عز وجل به الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله، أو قالوا بلى يا رسول الله. قال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الإنسان الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قد فسرنا تقوى الله في لقاء ماضي، فنختصره فنقول تقوى الله طاعته فيما أمر. ابحث عن كل أوامر الله واجتهد في طاعته، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر. هذه هي التقوى، حقيقة التقوى، أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل. هذه حقيقة التقوى باختصار. أما حسن الخلق فبابه واسع جدا، لأن الدنيا فيها مشاكل، فيها مصائب، فيها قد تصير خلافات بسبب اختلاف الألوان واختلاف الألسن واختلاف الطبائع. فإذا أتى إنسان بخلق كريم عظيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا بما وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: إنك لعلى خلق عظيم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لمن سأل الآن ما هو حسن الخلق اسمعوا هذا الحديث، سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلخصت كل أخلاق النبي في كلمة: كان خلقه القرآن. افتح هذا الكتاب العظيم واقرأه لتعرف ما هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كان خلقه الصفح فاصفح الصفح الجميل. كان خلقه صلى الله عليه وسلم الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان لجميع الناس، كان يصل الأرحام بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم، كان يقري الضيف كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل، أي الذي يحتاج إلى مساعدة، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، يعين على الخير صلى الله عليه وسلم. هناك حديث جميل لا بد أن نعمل به، يأتي في سياق حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. كما ذكرت لكم في بداية الحديث، أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هذا الحديث الذي رواه الترمذي يقول النبي فيه: اتق الله حيثما كنت. هل يستطيع كل واحد منا أن يتقي الله في كل مكان دون أن يخطئ؟ الجواب لا، يحاول ويجتهد لكن الجواب لا. فيأتي الدواء: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هل يكفي يا رسول الله؟ لا، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. إن الله عز وجل ليعطي درجات عظيمة لحسن الخلق تجاوز في بعض الأحيان صلوات النوافل وتجاوز الصيام النافلة
بحسن الخلق يرقى الإنسان رقيا عظيما عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا يريد من عباده في الدنيا؟ أن يتراحموا وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يعفو أحدهم عن الآخر. أما إذا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الكلام قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أعطني يا محمد فإنك لا تعطيني من مال أبيك ولا مال أهلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يحسن إليه ويعطيه عطاء كبيرا ويعطيه ما يرضيه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأمره بعد أن يعطيه بحسن السؤال أن يحسن السؤال ويحسن هو صلى الله عليه وسلم الأداء والعطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ما تحب أن تكون أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. بعض الناس والعياذ بالله لا تحب أن تجلس معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة الذي يتجنبه الناس اتقاء فحشه. رجل صليط اللسان غليظ القلب، لسانه سب وشتم وفجور وفحش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد دخل عليه اليهود شر الناس، يقولون له ويدعون عليه صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك يا رسول الله. السام يعني الموت. يقول: السام عليك يا رسول الله. طبعا يحرفون الكلم حتى يظنون أن النبي لم يسمع، فيقول النبي: وعليكم. فعائشة سمعت وغارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: وعليكم السام والموت واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: يا عائشة، ليس المؤمن بالطعان ولا السباب ولا الفاحش ولا البذيء. فقالت: يا رسول الله، ما سمعت ما قالوا؟ يشتمونك يدعون عليك. قال: نعم سمعت. فرسول الله فطن صلى الله عليه وسلم قال: سمعت، قالوا السام عليك، فقلت: وعليكم. يستجاب لي ولا يستجاب لهم. ولكن لم يسب صلى الله عليه وسلم، لم يشتم. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر حياته؟ اللهم من سببته أو شتمته. طبعا يقصد من كان قبل الإسلام أو حتى كان في لحظة من اللحظات. قال: من سببته أو شتمته فاللهم اجعله رحمة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن سببت أحدا أو شتمت أحدا اللهم اجعلها رحمة عليه. أي رحمة بعد هذه الرحمة؟ وأي خلق بعد هذا الخلق؟ أيها الإخوة الفضلاء، نحن بعيدون جدا، بعيدون جدا عن أخلاق النبي، عن أخلاق القرآن الكريم. أيها الإخوة الفضلاء، سنقف أمام الله عز وجل ويتفاضل الناس ليس فقط بالحسنات والسيئات ولكن كذلك بحسن الخلق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. إلى لقاء جديد وموعظة جديدة، أترككم في أمان الله وأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.